نعم سيدي أعزك الله، يتقدم للسلام على جلالتكم نصرها الله بهذه المناسبة السعيدة بعض الشخصيات المغربية مدنية وعسكرية. السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. يوسف إسرائيل لو غران غابان دو كازابلانكا. الله يبارك في عمر سيدي. العديد من سامي الشخصيات المغربية المدنية والعسكرية وعمداء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا ورؤساء الكنائس والبيع تقدموا للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتهنئة جلالته بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مناسبة عيد العرش. عيد العرش وعيد الأمجاد والمفاخر وعيد التلاحم والوفاء الدائم والعروة الوثقى التي لا انفصام لها والتي تربط على الدوام وأبعادها الوطنية في الماضي والحاضر والمستقبل. مناسبة عظيمة تذكي في النفوس مشاعر المحبة والوفاء الصادق والتضحية والفداء، وتتأسس عليها قوة الوطن وتتقوى بها لحمة المواطنة والتعلق الراسخ بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رمز هذه الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث وضامن استمراريتها. مغرب تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالة الملك حفظه الله وتجند وتعبئة أبناء هذا الوطن الأبي من شق طريق التقدم والازدهار والرقي بكل عزم وثبات وتفاؤل وأمل في مستقبل مشرق مزدهر تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عيد العرش المجيد، عيد الأمجاد والمفاخر، وعيد الملاحم البطولية، هي مناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب، بين عرش مكافح مجاهد وشعب وفي مخلص لقائده الهمام. عهد متجدد على الاستمرار بوفاء وإخلاص في بناء المغرب وعزته وسؤدده والتشبث بالمقدسات الوطنية العليا وبالعرش العلوي المجيد ضامن الوحدة والاستمرارية الذي هو تجسيد لتطلعات الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، تجسيد لطموحاته ولآماله في التنمية والبناء والتشييد والنماء والرقي والازدهار، وفي ربط الماضي التليد للأمة المغربية بحاضرها المجيد الحافل بالمنجزات العظام في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة وفي تدعيم وتمثيل روابط وأواصر المحبة والوفاء الدائم والولاء القوي بين العرش والشعب.
حفل استقبال يترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، هنا بقصر مرشان بعاصمة البوغاز طنجة، بمناسبة الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. والاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد هو تجسيد قوي لمدى الارتباط الدائم بين العرش والشعب، هي أيضا ذكرى مجيدة ولحظة قوية من لحظات الافتخار والاعتزاز بما حققه المغرب من إنجازات ومشاريع كبرى بفضل الرؤية الملكية المتبصرة وبفضل السياسة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المغرب ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين عرف تحولات عميقة في كل مجالات التنمية، بحيث تحققت بفضل رؤية ملكية استراتيجية متبصرة العديد من المشاريع المهيكلة الكبرى التي لها الوقع والأثر الكبيرين على النهضة الحضارية للمغرب، وهي المشاريع التي بوأت المملكة مكانة مرموقة ومشهودة على الصعيدين الدولي والعربي والإفريقي. فبفضل عبقرية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استطاعت المملكة أن تخطو خطوات حثيثة وخطوات جبارة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية، وهي الإصلاحات الشاملة التي جعلت من المغرب بلدا صاعدا بامتياز، تنمية شاملة مستدامة في ظل قيادة حكيمة متبصرة مكنت المملكة من تعزيز المكتسبات وبناء الدولة الحديثة. مشاريع ومنجزات الكبرى أصبحت حديث الداني والقاسي ومثار إعجاب الساسة والخبراء والمفكرين من جميع بقاع العالم. أوراش ومشاريع كبرى ساهمت في تقوية وضعية المغرب ضمن مؤشرات التنمية المستدامة وتحصين وضعيته الاقتصادية والرفع من جاذبيته الاقتصادية وضمان موقع مميز للمغرب كنموذج يحتذى في عديد من المجالات وكقطب جهوي اقتصادي مرجعي. قد ساهمت هذه الأوراش بالرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية بفضل مناخ الاستقرار وبفضل موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعل منه حلقة وصل متميزة بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي. عيد العرش المجيد
ولاء وفاء مستمر. عيد العرش المجيد، عيد المفاخر والملاحم، هو عيد استحضار المنجزات الكبرى التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. منجزات تشكل مصدر اعتزاز وفخر لكل المغاربة. فالمركب المينائي طنجة المتوسط بكل مكوناته يعتبر تجسيدا لرؤية ملكية نيرة وطموحة، وبفضله ولج المغرب بإرادة وعزم نادي الأمم البحرية العظمى. طنجة المتوسط وأكثر من مجرد ميناء، وبحق حجر الزاوية في منصة كبرى للتنافسية وجذب الشركات العالمية وخلق دينامية وحركية اقتصادية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي بكافة مناطق شمال المملكة وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة وجعله منصة لاستقطاب الاستثمارات العالمية في مجالات عديدة كصناعة السيارات والطائرات. ينضاف إلى ذلك طموح وإرادة ملكية قوية في تعزيز البنيات التحتية اللوجستية، وفي مقدمتها القطار فائق السرعة البراق الذي أصبح مفخرة كل المغاربة، الذي يربط طنجة بالدار البيضاء مرورا بالقنيطرة والرباط. إنجاز والأول من نوعه على الصعيد العربي والإفريقي، ريادة مغربية بفضل إرادة ملك وشعب لكسب رهان التنمية والتحديث ورهان العصرنة بمملكة الرخاء والازدهار. وبهذه المناسبة يقدم مناسبة عيد العرش المجيد هنا بقصر مرشان بطنجة بهذه المناسبة يقدم الفنان المصور الفوتوغرافي السيد محمد مرجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الدكتور بونيفيس ياو زوبي جيبي، كاتب من دولة غانا، والسيد أمادو لامين سال، كاتب من دولة السنغال، اللذان حررا مقدمة كتاب المصور الفنان محمد مرجي الذي يحمل عنوان محمد السادس الإفريقي، وهو آخر إصدارات المصور الفوتوغرافي محمد مرجي من بين إصدارات أخرى عززت الخزانة الوطنية. كتاب يوثق بالصورة والقلم انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي والدينامية التي شهدتها الدبلوماسية المغربية بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجاه القارة الإفريقية، والتي توجت بالعودة المظفرة للمغرب إلى بيته الإفريقي الاتحاد الإفريقي. قد تميزت السنوات العشرين الماضية في العديد من الجولات التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
العديد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، زيارات حظيت باهتمام إفريقي عربي ودولي كبير، وتميزت بزخم كبير من المبادرات والمشاريع توطدت معها عرى الصداقة والأخوة المغربية الإفريقية. ميزتها تحقيق هدف وحيد يتمثل في إقامة شراكة تعود بالنفع على الجميع وتخدم أهداف التنمية المستدامة والتعاون جنوب جنوب على كافة المستويات والأصعدة. مبادرات ملكية رائدة ومشاريع ومنجزات كبرى استحضرها بكل فخر واعتزاز. بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مناسبة عيد العرش المجيد، عيد الوفاء والولاء الدائم للعرش العلوي المجيد، إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء بحول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. It was 20 years ago that King Mohammed VI of Morocco came to the throne after the death of his father, Hassan II. He'd spent his childhood being prepared for the role. At his coronation, the 35-year-old promised to counter poverty, unemployment and social inequality. There were high hopes for a reformist king after the brutal regime of his father. So, two decades on, what progress has there been? Economic growth has been steady. The country has seen major construction projects, like the world's largest concentrated solar power plant on the edge of the Sahara Desert, and Africa's first ever high-speed rail line. But the gap between rich and poor has widened and is the highest in North Africa. Youth unemployment is at around 25%. Moroccan people want stability for their economy, and the king now is doing new policies. He delivered a speech yesterday about a new commission which gives more right and new an economy developments for the country, which I think is very good now. If you look, for example, a lot of the things that the Moroccan kings has doing, it's for example the infrastructure and the equipment. So there are a lot of things in Morocco which are very good. There's a lot of inequalities between the regions, and in his speech, the King Mohammed was delivered is to fight this inequality between the regions. Effectively, in this region, particularly in this region, the Reef region, is still today, there are a lot of, I think, inequality, and people want a reform, but not in the Reef. There's in other countries too. I think there's a lot of inequality in Morocco, and I think now these new policies which will be implemented by the king will, I think, resolve a lot of problem in Morocco.